عسلامة 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 بس الحمد لله عايشك. عرفنا عليك. مرام. منين مرام؟ من تونس بتبيع من الفوشينة. انا انصاف من الفوشينة. هما صاحبات؟ اي صحاب تبيع عنا برشا. عندكم برشا؟ اي جلس تعرفنا معناها. اش تعرفتوا على بعض؟ كيف باش نقولك تعرفنا على جمعتين. تعرفنا يعني عندكم جمعتين مش عندكم برشا. جمعتين مش برشا. اي ولا عندك انت برشا؟ لا لا عندي انا برشا. جمعتين عندك انت برشا؟ اي. وانت عندك برشا ولا مش برشا؟ جمعتين. شويه ولا برشا؟ شويه. كيفاش تعرفتوا على بعضكم وين؟ كار الحلقه في الكار. جلست انا قلت لها محليك وكل شيء وهي قالت لي محليك وجلست معناها تعرفنا فهمت. ومن بعد خفيت فيسبوك قلت لها قالت لي ما عنديش صحاب كل شيء. قلت لها انا هاني صاحبتك وكل شيء كها صاي وليتو صحاب. اي ديما نخرجوا وديما ندوروا وما بعرفنا ديما كها. شنو معنى الصداقه عندك انت؟ انا والله الاخوه. أخوة كيف أنا ديجا أنا قلت لك معناها لو ارتحت لها ولا ما زلت؟ لا أنا ارتحت لها وعجبتني. إيش عجبتك أنت؟ الكيكة معناها عجبتني عادي معناها محليها ومحبوحة ومحليها كهو. إيش تختار أصحابك أنت؟ أنا نختار بالعينين ونشوفها على شنية ماشية وعلى فمتى كهو معناها تحت لها وكهو. أنت ما زلت كي غير عرفتها كيفاش تعرف على شنية ماشية وعلى شنية جاي؟ لا والله لا هي عاقلة وكهو معناها كهو. كيفاش عرفت اللي هي عاقلة؟ ليه خاطر الدورة معايا معناها مش خاطر كان فما برشا بناويت يقولوا لك معناها كي ندوروا ولا حكاية يقولوا لك هكا مع أولاد هاي نمشي وكل طفل ولا هكا هكا فهمت. أما هي ليه معناها عاقلة وعادية معناها كيف كيف حتينا هي نظرتك ليها أنت عاقلة ومتربية. أنت تنجم تحكم على إنسان عرفته معناها ما عندكش برشا جمعتين؟ ما هي صغيرة زدو زد متربية. شكون الأكبر تو؟ أنا أكبر واحدة في أكبر من بلاش وصل ميساج للولاد يلزم تبسلي تراكم عملت العار. والله بالرسمي شي كبير تلقاه الشيب والعيب يقعد ما نعرفش أنا عندهم تبسنيس نحوها بجاه ربي ليه هكا قطوس هكا فازية نحوهم راهو شو يبزنسوا عليكم؟ توا بزنسونا ديجا نلقوا في الكار بقى يلصق فينا ما حبش تتبعنا في المترو في الكار معناها الشيبة ما جاش حتى طفل باهي معناها شيب العيب يعمل عمره معناها 50 70 سنة رجل كبير. رجل كبير على الاخر معناها كيفية احترموا وشنية ما نعرفش انا شبيهم انا فما تلقاهم كل هكا قولوا لك متربية وكل شيء فهمت كهو. انا حبيت نوصل ميساج لامي ربي يخليك ليا كهو جلست نحكي يعني كهو كهو معني بزنيس. انت حكيت عاد بزنيس ديما رجال الكبار هما اللي بزنس كبار. اي بزنسوا برشا ومش متاع عمارهم معناها فهمت كهو. حبيت نقول لهم ان نقصوا متبزني عملت العار. اللي بزنسكم في الكار رجل كبير زاد؟ اي كبير قد عزيزي محسوب كبير. فاش كانت ردة فعلك؟ هي كلمت وانا منحش الحقيقه قلت له شبيك تخسر معناها وانا ديما نتلكش معناها قلت له شبيك وانا منحملش شكون يخسر لي برشا يركز معايا كهو. قلت له شبيك قال لي ليه شيء يعني في حاجات خايبين فهمت علشان انتقد عليا فهمت كهو. نرجع لموضوع الصحبة بيناتكم انتم الاثنين طب مثلا عندك ثقة فيها ولا ما زلت ما تعرفي؟ زلت انا ما زلت الحقيقة مش برشا كهو مش برشا. انا زدا نثق فيها كيف اختي يعني صحيح من جمعتين وليت كيف اختك معناها وثقة عمياء و ما عنا الجمعتين مشينا البحر مشينا عملنا برشا فازيت مع بعضنا يعني مش هكا صاحبة متاع السرقة وكل
مشيتوا للبحر وين مشيتوا؟ رادس ميامي. أكل العاديين، معناها مش أكل بلايس بعاد وكل شيء، ميامي وموروش وكله. معناها عندك صحاب أخرين ولا لا؟ إي بالطبيعة، عندي صاحبتي اسمها جيهينة، فيا حتينا نحبها برشا، وعندي برشا مع تقريبا معناها محليها وكهو. معناها عرفت صاحبتك الجديدة هذه، صحابك الاخرين ما عادش على علاقه بهم؟ اي الحقيقه ما نعرفش، هما يحبوا على حاجه اخرين، فهمت؟ من حاجه الاخرين يحبوني، يحبوني خالتهم وكل شيء، خالتهم معناها خايبه، فهمت؟ يحبوا هكا البس سكه وكلها فازيت مع هكيك عاد القصيره. اي هكيك انا عاد صاحبت اسمها جيهين وفيا كهو معايا، ما عندي حتى طفله اخرى. مين ليه خليهم كهو اخرين ليه؟ وانتي عندك صاحبات ولا لا؟ انا لا، عندي بنات خالتي وعندي خواتي. حاب من برا لا؟ لا، عندي كان مرا عجبتني على الاخر، بيخليها لي سيدة والله بالرسم احسن طفله. والله احكي بجدي، ما هي الحاجات اللي بيا فيها هكا في جماعتين اكتشفتهم انت؟ والله كيفاش نقول لك انا، باهي حاجات باهين فيها، تمشي معايا باهي، معناها عادي تمشي معاك، معناها متربيه معايا، متربيه، فهمت؟ ما يشكي في البنات الاخرين. البنات الاخرين اش بيهم؟ شنيا العيب بتاعهم؟ انا قلهم انا معناها حتى كي تخلص عليا ونحكي مش عيب، معناها عادي، هما اللي في حتى كان ما نهزش فلوس يتخلص عليا، ولا هي معناها عادي زاد كيف كيف، معناها كهو هي تخلص عليك وانت تخلص عليها ولا؟ هي بالطبيعة انت ديما ما عندكش فلوس. كيف كيف فلوسنا كيف كيف كهو كيف كيف كهو. طب مثلا تصور فما شكون باش تجي تفرق بيناتكم، تنجم تفرق بيناتكم ولا لا؟ والله فما كل تلقاهم الغيرة وكل شيء. انا نحكي توا على صاحبتك الجديدة هي، معناها كيفاش قلت معليش ما نفرقوش بيناتنا نحن وكهو. معنا يمكن تجيك طفلة وتقول لك عليها كلام اللي هي قالت فيك، تصدقها؟ لا لا مصدق حد انا، الا ما نشوف بعيني حتى انا كيف شوف. تصدقش؟ لا لا. كلمة الختام شنو تحب تقول؟ انا امي ربي خليك ليا وكها واخواتي والجماعة، وعندي جهينة ونجماعة عائلتي وكلهم وصحابي وكل شيء، حبيت نوصلكم نحبكم برشا وربي يخليكم ليا. انا ماما تعبه معايا برشا، نقولها نحبك برشا.